مواصلة لنشاطها الخيري بولاية المسيلة، كرمت جمعية كفل اليتيم المتفوقين اليتامى في مختلف الأطوار الدراسية بالمنطقة في سهرة احتفالية حضرها جمع غفير. تكريم الأيتام الناجحين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ومن بين الأهداف أنه مرور سنة كاملة على تأسيس الجمعية، فحبينا نقول التقرير الأدبي والتقرير المالي للناس وش هي مشاريعنا خلال السنة كاملة وشنو هي المشاريع المستقبلية اللي رانا حابين نديروها للمحسنين. الاحتفالية تخللتها وصلات إنشادية باركها وأشاد بتنظيمها الحاضرون. وقوفنا اليوم في هذه الولاية الطيبة المباركة وفي هذه البلدية ولا الدراج هو واجب علينا، ولكن عندما نجد هذه الثمرة المباركة من جمع مبارك من العلماء والأئمة والمحسنين ورجال الأمن والمسؤول الأول على البلدية والكثير من هؤلاء الشباب، نعلم علم اليقين بأن هذه الثمرة بعون الله ستثمر الشجرة المباركة التي يخرج من خلالها التعاون والتضامن. المبادرة تهدف إلى تحفيز الأطفال النجباء، كما تزيدهم عزما في مسارهم الدراسي الحافل وتحقيق نجاحات أكثر في المستقبل.